واليوم رح نرجع نضوي على فيلم نجمة اللي انتهت العمليات الفنية وصرنا عم نشوف الإعلان الترويجي لهذا الفيلم. طبعا هذا الفيلم وقت منقول نجمة نحن عم نحكي عن حالة الفقدان اللي أضاء عليها الفيلم لحتى يضوي على حالة الفقدان اللي شعر فيها كثير من السوريين بسبب الكوارث، بسبب خلينا نقول الأوضاع اللي مرقت فيها سوريا. وهذا الفيلم تم التجهيز له وتم إنهاء العمليات الفنية تزامنا مع الذكرى الأولى للزلزال اللي مرق على سوريا بالسنة الماضية بستة أشواط. يمكن الزلزال أو مو يمكن، أكيد عمل حالة فقد كثير كبيرة عند الناس، واليوم نجمة نزلت لحتى هيك تحكي عن هذا الاحتضان للناس اللي عندهم مشاكل، للناس المنكوبين، للناس اللي هنن عن جد بحاجة لحدا اليوم يحتضنهم بسبب هذا الفقد بحياتهم. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الفيلم، رح نحكي عن الممثلين. طبعا خليني نوه أنه الفيلم من سيناريو وإخراج الإعلامي محمد سمير طحان وبطولة الطفلتان يانا العائدي وشهد الشطة والفنانين فراس الفقير، مي مرهج، عبير بيطار، آيات الأطرش والطفل نور الدين طحان، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما. أكيد بدي رحب فيك سمير وأهلا وسهلا بحضرتك الزميل والصديق، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير رشا إليك وللسادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا. شكراً. رجع نجمة هيك نرجعنا نضوي عليه بإنهاء العمليات الفنية، خلينا هيك نحكي عنه، نحكي اليوم عن محتوى هذا الفيلم يلي تزامن مع الزلزال وتم تعديل بعد شيء على النص لحتى يناسب. اليوم فيلم نجمة هو فيلم روائي قصير مدته 16 دقيقة، أصبح جاهز للعرض وللمشاركة في المهرجانات السينمائية بإذن الله. انتهينا من العمليات الفنية اللازمة. نعم. أطلقنا البرومو الترويجي له بستة شباط تزامنا مع ذكرى الزلزال الأليمة يلي حدث السنة الماضية. طبعا قصة الفيلم أنا بالأساس كاتبها بال 2015 ونال النص جائزة مسابقة المؤسسة العامة للسينما بسيناريو الأطفال، لكن لم ينفذ الفيلم. مع الوقت أصبحت قصته يعني هي ليست أولوية، لأنه كان يطرح موضوع نزوح الأهالي من مدنهم وقراهم بفعل الإرهاب، مع عودة أغلب الجغرافيا السورية بفضل وهمة رجال الجيش العربي السوري أصبحت هذه القصة يعني ليست ذات أولوية، وبناسب الوضع الحالي كان في قصص أولوية إلى أكثر. تأخر هذا الفيلم في الإنتاج، لكن مع حدث الزلزال العام الماضي أعادت صياغة هذا النص ليتواءم مع هذه الكارثة، لأني وجدت بأنه التيمة الأساسية والفكرة المقولة الفيلم يعني تستطيع أن تعبر عن هذا الألم الذي أصاب المجتمع السوري من خلال طريقة تحاكي أحلام ورؤى الأطفال. نرى هذه الكارثة بعيونهم، كيف تلقوها، كيف تعاملوا معها، ماذا أثرت عليهم، ماذا خربت من نفسياتهم، وكيف يمكن لنا أن نعالج هذا الأثر السلبي عليهم وعلى أرواحهم. أيضا بالشق الآخر كان عندي أيضا محور الفقد الحقيقي اللي هو فقد الأم لطفلتها، عالجناه أيضا بطريقة فيها نوع من الرومانسية لنقترب أكثر من هذه الأوجاع بطريقة درامية سينمائية، ونكون يعني نساعد على التفكير والتحريض لإيجاد حلول والمساهمة في التخفيف من ألم المتضررين. نعم. من كارثة الزلزال. طيب اليوم خلينا نحكي، تأخرت شوي بالتصوير وكان في هيك شوية صعوبات، مو كتير شوي بس ما كتير. خلينا نحكي اليوم أسباب تأخيرك بإنهاء هذا العمل، شو هي أهم الصعوبات اللي كانت عم تكون سبب هذا التأخير؟ رشا اليوم يعني الكل سمير ماديا أكيد نحن يعني اليوم نعمل بأصعب الظروف. صحيح. هناك حالة من المعاناة الاقتصادية بكافة. نعم. المجالات نعمل ضمن إمكانيات محدودة، نحاول أن نخرج بمنتج فني جيد ضمن المتاح. هناك ضغوطات، هناك عقبات، يعني أنا الفيلم يحكي عن مدينة جبلة لكن لم أستطع أن أصور في مدينة جبلة بسبب يعني لصعوبات إنتاجية، فأنا اضطريت أني أستعيد بأماكن بديلة.
خلط أماكن تحاكي الزلزال. أيضا كان عندنا ضغوطات بموضوع العمليات الفنية وإنهائها. كل ذلك يعني نسعى من خلال ما نعمل به سواء في الإعلام أو في السينما أو في المسرح يعني أن نداوي آلامنا وجراحنا من خلال الفن، من خلال الكلمة، من خلال الإعلام والإضاءة على النجاحات والقصص الناجحة للإنسان السوري ومداواة هذه الجراح التي نسعى لأن نخرج منها من آثار الحرب وآثار الزلزال. هذا الشعب تحمل وعانى، يستحق اليوم يرجع يعيش. نستحق الحياة وسنصل إليها يعني بكل ما نستطيع من قوة إن شاء الله. عم شوف بعض الانثرتات، بعض الفيديوهات، بعض اللقطات لفيلم نجمة اليوم. وقت عم نقول نجمة بالسماء، وكل حدا فينا خبى أمنية بهيئة النجمة، كان عندنا أحلام كتير. يمكن خلينا نحكي عن، حكينا عن الرسالة، ولكن حابين هيك نضوي عليها بشكل أكثر. اليوم عم نحكي عن حالة إنسانية كتير مهمة، حالة الفقد يعني. تمام. في زمن الحروب والكوارث هناك الكثير من القصص الإنسانية. التقاط بعض القصص ومعالجتها بطريقة فنية هو نوع من التداوي النفسي والروحي والعقلي. يعني عندما نقترب من هذا الهم الإنساني، هم طفلتين تركتا دميتهما تحت الأنقاض، يعني قد يرى أحد يعني من الخارج بأنه هذا ليس بموضوع يستحق أن نصنع من أجله فيلم، لكن هو في العمق هو يستحق، لأنه نعالج من خلاله الكثير من الأفكار. ولكن نحن مرقنا بالطفولة وكنا نفقد لعبة كنا نشعر فيها عن جد بحالة الفقد. تماما. فكيف عم نحكي اليوم عن الفقد الأكبر تماما يعني. فأنا لما بحكي عن هم طفلتين، أنا لا أقصد هاتين الطفلتين فقط، أنا أقصد أطفال سوريا، كل من عانى، كل من تضرر، كل من فقد غال ونفيس، كل من فقد بيته، أمانه، أسرته، أحد الأشخاص العزيزين عليه. فهو بحاجة لمن يبلسم هذه الجراح، لمن يقول له بأنني أشعر بألمك، أشعر بمعاناتك، أنا معك، أقترب منك، أحاول أن أداوي هذه الجراح، أن أطبطب عليك، أن أقول لك بأني معك، يعني على الأقل صحيح. أن أقول بأني معك. وهذا ما حاولت أن أقوله من خلال هذا الفيلم، أن السوريين هم القادرين على مداواة جراحهم بأنفسهم، وهذا ما أثبتته يعني الاستجابة لتداعيات الزلزال من خلال تداعي كل فئات الشعب لمساندة ومؤازرة متضرري الزلزال. صحيح. في حلب وفي جبلة وفي حماة وفي اللاذقية، كل ذلك يعني أبرز ما لدينا من خصال أصيلة وحضارية ومحبة رغم كل المعاناة وكل الألم. اليوم كلنا نعاني وكلنا صحيح. يعني كلنا تعبانين، لكن هل يكفي أن أكتفي بتعبي وأن أقول بأني يعني حياة تستمر؟ يجب أن نعمل، يجب صح. أن نعمل، لا يمكن أن نخرج مما نحن فيه إلا بالعمل. العمل على الصعيد الشخصي والعمل على الصعيد الجماعي هو غايتنا وهو وسيلتنا للخروج مما نحن فيه، للوصول إلى ما نشتهي من حياة وإزالة كل هذه الآثار السلبية والمتعبة التي أرهقت أرواحنا طيلة هذه السنوات. خلينا نروح لهدول الأطفال السهل الممتنع بالعمل، يمكن هنون قد ما أنك حذر بالشغل معهم قد ما في هنون أعطوك يمكن بكثير من المواقف بعض الأفكار بعض النظرات، يمكن غيروا لك فكرة، يمكن أثروا، أكيد أثروا بالعمل، أثروا وتأثروا يعني. العمل مع الأطفال له متعة خاصة وهو صعب جدا، يحتاج إلى آلية تفكير مختلفة، يحتاج إلى، ولا أقول هنا أن ننزل إلى مستواهم، لأنهم هم ليسوا أدنى مستوى من الكبار، بل هم لهم عالمهم الخاص، له مفرداته وله تفاصيله وله منطقه الخاص. عندما يعني تصنعي عمل فني للأطفال فهو أمر بغاية الصعوبة، فما بالك إذا كان هذا العمل أيضا صنعه من الأطفال، فهون الصعوبة أصبحت مركبة. أنا أؤمن دائما بموضوع أنه لكل طفل قدرات يعني يجب اكتشافها، وهذا ما حاولت دائما تنفيذه بالمشاريع التي أعمل عليها. أجلس مع الأطفال الذين أختارهم لهذا العمل،
أسبر أغوار أرواحهم وأفكارهم وأخذ يعني طريقة رؤيتهم للقصة وللشخصية، وكيف يمكن لنا أن نستفيد من هذه الرؤية لنذهب أكثر إلى المصداقية، إلى حالة من العفوية، إلى حالة من التعبير الصادق عن هذه الشخصية وهذه المقولة وهذه القصة. وغالبا يعني يبهروني باقتراحاتهم، يبهروني بما لديهم من شغف، بما لديهم من جلد، من قدرة على العطاء، تكون ملهمة لكل صناع العمل من الكبار من الفنانين والفنيين. ولي شخصيا أحيانا نعدل تفاصيل لتتواءم مع هذه الرؤية، يعني رؤية الأطفال الجميلة والغاية في الروعة، لنصل إلى عمل عفوي وصادق. طيب اليوم وقت اللي بيكون الكاتب هو نفسه المخرج، اليوم هي إضافة جدا جميلة للعمل، وفي ناس بتقول لا أنا بحب أنه كل حدا يكون باختصاصه، ولكن يمكن دراميا وسينمائيا اليوم أنت قادر تشوف شخصياتك على الورق بشكل أكبر، ممكن تعيش هي الشخصية وقت اللي بتكون حضرتك الكاتب والمخرج في صياغة هذا العمل، قد ايه مهم هي الفكرة بحياتك؟ رشا، أنا بمجال الفن أنا هاوي ولست محترف، أعمل في السينما والمسرح كمشروع ثقافي وفكري وفني بشغف الهاوي، أحاول أن أجرب أن أصل إلى أفضل النتائج من خلال ما أقدمه ضمن الإمكانيات المتاحة. أؤمن بفريق العمل الذي أختاره للعمل، نعمل بروح الفريق، أحاول أن أصل إلى حالة متكاملة، أن أستفيد من كل الآراء، أن أدمجها بما يتواءم مع الرسالة والمقولة. هذا يمكن يعني بيحررني من كثير من تفاصيل العمل، أنه أنا لست مجبرا على أن أخذ أشياء جاهزة أو أتماشى مع أفكار مسبقة لأرضي أي أحد. الغاية هي الوصول إلى منتج ثقافي فني يحترم ذائقة المشاهد ويعالج قضايا المجتمع، ولا أدعي بأني أوجد الحلول، ولكن مهمة الفن دائما هي التحريض على التفكير. نحن نساعد على إيجاد الحلول ولا نوجد الحلول، وهذا يكفي. نعم. الفن اليوم هو حاجة روحية، حاجة نفسية، حاجة عقلية، حاجة ثقافية واجتماعية. صحيح. من خلالها نضيء على الكثير من القضايا التي قد نعايشها يوميا، ولكن اعتدناها عندما نطرحها برؤية مختلفة، نعيد آلية التفكير نحوها، ويمكن أن نجد لها آفاق جديدة تخرجنا مما نحن فيه للوصول إلى حياة أفضل وأحلى إن شاء الله. اليوم شو اللي ميز نجمي عن أعمالك السابقة؟ اليوم أكيد عندك خطة مستقبلية وفي أعمال مرقت، ولكن بحس في شغف إلى أو في محبة لنجمي بشكل خاص. يعني كل ما أعمل به هو عبارة عن مشروع متكامل، ولكن هو عبارة عن محطات لكل مفصل خصوصيته، آليته، رؤيته، مقولته. لكن إذا بتشوفي كل شيء بيشتغل فيه أنا سواء في المسرح أو في السينما أو حتى في الإعلام هو بخط سير واحد، الاهتمام بالإنسان السوري، الاهتمام بالمجتمع السوري، الاهتمام بالقيم النبيلة التي تربينا عليها الحضارية، رجع نذكر فيها تماما، ونشر المحبة والتعاون. هذه رسالتي في الحياة التي أعمل عليها بكل مفاصل عملي. طبعا كل عمل له خصوصيته، أنا أحاول أن أراكم خبراتي، أن أستفيد مما قدمته سابقا، تجربة عن تجربة، أنضج فكريا فنيا تقنيا، أحاول أن أقدم دائما منتج يعني يحترم ذائقة المشاهدين وأحترم عقلية المشاهد. لا أدعي بأني وصي على أفكاره ولا أعطيه أشياء جاهزة، هو شريك معي في التفكير، في التقاط هذه التفاصيل، أحترم ذكائه، ودائما أسعى لأن أقدم عمل يعني يحاكي عدة شرائح بعدة مستويات. يعني العمل ممكن يشوفوا الأطفال ويفهموا، ممكن يشوفوا الكبار ويفهموا، الكبار من عدة مستويات ثقافية ممكن يلتقطوا التقاطات، كل واحد بيشوفه بطريقته. هذا ما أسعى لتقديمه، أن أكون قريب من كل الناس على قدر استطاعتي لأقدم هذا المنتج الذي يعني يقدم المقولة بشكل عام، لنصل لما نشتهيه وما نأمل أن نقدمه للمجتمع السوري وللإنسان السوري. ذكرت جملة سامير كتير مهمة وهي احترام عقل المشاهد. اليوم قديش
وقت نشوف عمل ما بيشبهنا، ما بيشبه واقعنا، ما بيشبه الحياة اللي عايشينه، ونشوف نحن اليوم مبذول عليه إنتاجيا جدا، يعني ضخم إنتاجيا، ولكن هو ما لامسنا وما بيشبهنا أصلا. يعني قد ايه اليوم المهم الكاتب يحترم عقل المشاهد، جاري بالواقع اللي عم بيعيشه. المشكلة حلو التطلعات ولكن ما نتغرد كتير بعيد، يعني بعيدا عن القصة. يعني أنت حطيتي إيدك على الوجع اليوم بالدراما تحديدا التلفزيونية. اليوم من يتحكم بالدراما التلفزيونية هو قنوات محددة، شركات إنتاج محددة ذات أجندات جاهزة، يحاولون أن يقدموا المجتمع كما يرونه هم، يقدمون مجتمعات لا تشبهنا، يقدمون منتج فني استهلاكي، عم ياخذونا لأماكن نحن ما لازم نروح لها. في نوع من التسخيف، من التسطيح، نوع من التفاهة، عم يكون في حالة من الاستسهال، عم نقلد. نحن اليوم يعني كبرى شركات الإنتاج العربية تقدم أعمال مستنسخة عن أعمال تركية أو كورية أو هندية. لماذا؟ يعني الكاتب موجود والمخرج موجود، ولكن المال اليوم هو المتحكم ما في هذا الدعم اللي بهذا الإنتاج. المشاريع الثقافية اليوم محدودة قليلة، المشاريع الفكرية تكاد تكون غير موجودة، لا تتلقى أي دعم. الدعم موجود فقط في المؤسسة الثقافية الرسمية، وهو دعم غير كافي ولا يمكن البناء عليه. يجب أن دائما كنا نحكي عن صناعة الدراما السورية، لكي يكون لدينا صناعة دراما سورية حقيقية يجب أن نتحرر من المال الخارجي، يجب أن يكون لدينا شركات إنتاج وطنية بسخية تتبنى مشاريع فنية وثقافية تعنى بالإنسان والمجتمع السوري. هذا ما نأمله ونحاول أن نصل إليه علنا في يوم من الأيام أن يكون لدينا هذا الدعم. ذكرت نقطة هيك سريعا رح نضوي عليها، انه نحن المال اليوم ذو حدين بموضوع الدراما. يعني نحن عم نشوف اعمال درامية ضخمة انتاجيا جدا ولكن ما فيها محتوى اليوم. يعني بتقعد بتتفرج بتقول معقولة هدول الابطال مشاركين بهذا العمل؟ ما في مستوى للعمل. وبالناحية الثانية عندك افكار، عندنا مواهب، عندنا طاقات سورية بتجنن، ولكن ما في دعم لإلى اليوم. بهيك سريعا سمير، إذا اليوم أنتم لشو بحاجة أكثر شيء بغير المادي؟ اليوم حكينا بالشركات الإنتاج، يعني هل نحن اليوم بحاجة لكتاب، بحاجة لكتاب حتوتي، لأفكار، أو عنا هيك طاقات؟ الطاقات البشرية موجودة وبكثرة، لكن نحن بحاجة إلى جهة تدعم هذه الطاقات وتنتج أعمال فنية ذات سوية فكرية وثقافية وفنية عالية. القطاع العام لا يستطيع أن ينهض لوحده، خاصة بظل يعني ما نعيشه من أزمة اقتصادية وحصار اقتصادي وتردي اقتصادي ومعيشي. لا يمكن أن يقوم القطاع العام بهذه المهمة منفردا. نحن بحاجة إلى استثمارات حقيقية من قبل القطاع الخاص في هذا المجال، أن نتحرر من سطوة القنوات الخارجية، أن يكون لدينا قنوات دراما قادرة على إنتاج هذه الأعمال وتسويقها، أن تكون هناك منظومة متكاملة من الإنتاج إلى التسويق لدعم كل هذه الطاقات وتبني المشاريع الفكرية والثقافية والفنية الجادة والمهمة وذات الرسالة. يعني أنا لا أدعو إلى أعمال لا تحاكي الشعب ولا تحاكي الجمهور. بإمكاننا أن نصنع مادة ترفيهية ولكن ذات بعد ثقافي وفكري ومعرفي واجتماعي، وأسقط على الواقع بالنهاية. تماما، يعني أن تكون جاذبة أيضا للجمهور. يعني أنا ما بقول اليوم نعمل أفلام أو مسلسلات ما حدا بيشوفها، لا، نكون قريبين من الناس، نقدم لهم مادة فنية وثقافية بطريقة فنية تحترم ذائقتهم، تحترم خصوصيتهم، ويكون هي حالة بتشبهنا. صحيح. ليست يعني دخيلة علينا من خلال أفكارها أو طريقة حياتها أو ما يمكن أن نصل إليه. هذا هو مشروع وطني، هناك نية لدى صناع الدراما والقطاع العام في هذا المجال، لكن ينقصنا التمويل ويجب أن يكون هناك حوافز للشركات إن شاء الله الإنتاج اليوم هيك صوتك كي تدخل بقوة إلى هذا الاستثمار المهم والمجدي.
ان شاء الله هيك اليوم من خلال هيك صباحنا اليوم صوتك يوصل. اليوم الهم معروف ومشترك، ولكن يمكن الظروف بشكل عام شوي لسه قاسيه. ان شاء الله هيك بنقطع من هاي الفتره وبنشوف اليوم نهضه على المستوى الثقافي الفكري الدرامي السينمائي. كثير شكرا استاذ سمير لحضورك اليوم. نتمنى ما بعد نجم يكون نشوف فيلم عن هيك الفرحه السوريه بالشيء اللي جاي. اكيد ان شاء الله، نحن دائما يعني مع الانسان السوري أينما كان، نسعى لأن نواكب آلامه وأحلامه أفراحه وتطلعاته. نأمل الخير لسوريا ولشعب سوريا ولكل العالم. رسالتنا الحضارية مستمرة من دمشق إلى كل العالم، رغم كل الألم ورغم كل المعاناة وكل الصعوبات. شكرا لك رشا ولحلا ولكل كادر الإخبارية السورية والمشاهدين والمشاهدات. شكرا لك ولحضورك اليوم. نتمنى لك كل التوفيق، ونشوف هيك اسمك بين المؤلفين والمخرجين اللي دائما نحن بنفتخر فيهم كسوريين. شكرا لك. شكرا جزيلا.